أسدل الستار على فعاليات بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة ذات السلالة المصرية الأولى، والتي أقيمت في إطار توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالرفة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة سجلت نجاحات متواصلة بعد المشاركة الواسعة التي شهدتها بطولة الإنتاج المحلي على مدار اليومين الماضيين، وأن تخصيص الاتحاد بطولة لذات السلالة المصرية دلالة على امتلاك المربي البحريني والاستبلات القدرات العالية في تأكيد مكانة الإنتاج المحلي في المملكة. وأوضح سموه أن تنوع الفعاليات والأنشطة الخاصة برياضات جمال الخيل العربية والشعبية الواسعة التي تحظى بها هذه الرياضة دافع للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في مواصلة تنظيم مختلف الفعاليات، خصوصا أن مملكة أصبحت موطنا لرياضات الفروسية في وجمال الخيل العربية. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تقديره إلى جميع المشاركين من الملاك والمربين والإسطبلات، مؤكداً أهمية تنويع البطولات الخاصة برياضة الخيل والعمل على تطويرها لتتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده مختلف الرياضات في المملكة، موضحاً سموه بأن بطولة جمال الخيل العربية هي الرياضة المحببة لدى جمهور رياضة الفروسية، ومن المهم العمل على تطوير هذه البطولة سنوياً من أجل المحافظة على استمراريتها. وأشاد سموه بجهود الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة واللجنة المنظمة للبطولة والحكام واللجان، مشيدا بتواجد الشركات والمؤسسات لرعاية البطولة. من جانبه أكد سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أكد أن نجاح البطولة ثمرة دعم ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وحرص سموه على تقديم كافة التسهيلات للملاك والمربين والاستبلات المشاركين. وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة أن الاتحاد حريص على تنفيذ الخطط والبرامج الموضعة ضمن الرزنامة التي من شأنها مواصلة الارتقاء في رياضات الفروسية بشكل عام ورياضة جمال الخيل العربية بشكل خاص، وذلك من خلال تنظيم مختلف البطولات، مشيدا سموه بجهود لجنة جمال الخيل العربية الأصيلة وحرصها على إخراج البطولة بصورة تنظيمية مميزة. هذا وقد أقيمت المسابقات المختلفة وسط مشاركة واسعة ومنافسة مثيرة، وتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات. وحرصت اللجنة المنظمة على تكريم الشركات والمؤسسات الراعية والحكام الذين شاركوا في البطولة ومختلف اللجان العاملة.